هذا الصخل هو مصيبتنا اليوم. تمام؟ شوفوا هذا الصخل ايش بيه. خلاص من اول نيجزر وازده دفتر وشيس ورقي دائما اول كده مزايده سريك محافظه بغداد قاعد وشيخ العرب شاش دفتر اسوق وازده دفتر وشيس ورقه قبل الندايه. محافظ بغداد وشيوخ رايحين على الزلمة الكردي وهناك متعاركين على هذا الصخل ومسوين بيناتهم مزايدة. واصل إيش قد واصل هذا الصخل؟ إيش قد 15 شدة و60 ورقة. محافظ بغداد، محافظ بغداد إيش عندك ويا الصخل؟ هذا الصخل إيش عندك ويا؟ ها؟ أنا إيش أقول؟ بس والله العتب مو عليك يا محافظ بغداد، العتب مو عليك، العتب على هذا الصخل. هذا الصخل لو يدري بيك أنت محافظ بغداد ورايح تسوي عليه مزايدة كان انتحر، كان انتحر الصخل. شفتوا محافظ بغداد عايف الدنيا مقلوبة وبغداد مزابل ومداخل بغداد تلعب النفس وهذا ورايح يفتح على الصخول. محافظ بغداد عايف بغداد بمزابلها ورايح يفتح على الصخول يدور صخل ب 15 شدة و60 ورقة، متعارك هو وشيوخ ومسوين مزايدة على الصخل هذا وواصل المزايدة ل 15 شدة و60 ورقة. الله يكثر صخولنا يا رب، يا رب كثر الصخول.